أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة الأدب اللغة ألف. اليوم سوف نتكلم عن الأسبوع الثاني لنا في هذه المادة. خلال هذا الأسبوع أعزائي سوف نراجع منهجية التحليل، وسوف نجري التقييم التشخيصي، ونحلل عتبات رواية ساق البامبو، كما سنتعرف إلى كاتب هذه الرواية عن قرب. عتبات رواية ساق البامبو. لدينا أعزائي عتبة العنوان التي يجب أن تستوقفنا كثيراً، فلما اختار السنعوسي ساق البامبو عنواناً لروايته، وكيف نربط هذا مع قضية هذه الرواية، وعن الزمان العام لكتابة هذه الرواية وارتباطه بقضيتها، كما نربطها بشكل تلقائي بكاتب هذا العمل، ويمكننا أيضاً أعزائي أن نربط هذا بعتبة الغلاف التي ترتبط بشكل مباشر بعتبة عنوان الرواية. دعونا أعزائي نتعرف قليلاً إلى سعود السنعوسي الروائي والكاتب الكويتي المعاصر، وهو أحد الكتاب الكويتيين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى جائزة عربية معروفة، وهي جائزة البوكر التي أتيحت للروائيين عن روايته ساق البامبو. استطاع السنعوسي أن يصل إلى هذه الجائزة في سن صغير، لم يتجاوز بعد 31، وكأول كويتي من بين 133 عمل فازت هذه الرواية، وهي التي كان يظن أن فوزها ضربة حظ، وأنه ظاهرة أدبية ستنتهي، ويتتابع إنتاجه الأدبي وصولاً لخمس روايات حتى هذه اللحظة. استطاع السنعوسي بجدارة أن يحجز مقعداً في الصفوف الأمامية بجانب أسماء أدبية كبيرة، وكون قاعدة جماهيرية عربية كبيرة من قرائه. امتاز أدب السنعوسي بكتابة قصص وحكايات ذات قضايا شائكة تلفت نظرنا لها بسلاسة، يهتم فيها بالكيف لا بالكم، ويتضح معها نضوجه الفكري الأدبي لشاب خبر هذه الحياة، فكسر الصورة النمطية لاحتكار الكتابة الرصينة على كبار الكتاب، وأتاح الفرصة أمام المواهب الشابة للظهور والمنافسة بقوة. وبهذه النجاحات المتتالية ترجمت بعض أعماله لإحدى عشرة لغة، منها الإنجليزية والتركية والصينية. ومن أعماله الأدبية التي استطاع أن تصدرها أو استطاعت أن تصدر عن طريق الدار العربية للعلوم سجين المرايا عام 2010، ساق البامبو 2012، فئران أمي حصة 2015، حمام الدار 2017، ناقة صالحة 2019، وله أيضا أعمال مسرحية مذكرات البحر 2019. وأيضا سعود السنعوسي هو عضو الجمعية الكويتية للصحفيين وعضو الرابطة الأدبية الكويتية، انخرط في كتابة مقالات أسبوعية في عدد من المجلات والصحف العربية مثل زهرة الخليج والقبس الكويتية ومجلة أبواب. السنعوسي من الكتاب الشباب الذين ما زالوا يمتلكون عمرا في الكتابة الإبداعية، وقد عاش ليعايش المعاناة صدقا فتخدش روحه ثم تنزف هذه الكلمات، فأفكاره تدور أغلبها في فلك القضايا الإنسانية ومأزق الهوية والخوف من الفقد. امتاز أيضا أدب السنعوسي بجرأة خجولة لا يرجى منها الخج، وموضوعية في الطرح بلا تكلف وسخرية سوداء مبطنة.
يعرف من أدواته اللغوية بسلاسة صعبة وشفافية عميقة، فهو دائم البحث عن التعايش، يناشد بالتعددية وبتقبل الآخر والعيش بسلام. يكتب بحثاً عن الحرية ورقياً من خلال شخصياته، يمرر أفكاره عن طريقهم قاصداً بذلك العلاج للمشكلات العربية. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، أرجو لكم قراءة ممتعة في رواية ساق البامبو، ونلتقي بإذن الله.